اخويا انا تصابت بمرض ديال الدياليز. كنت صحيح الحمد لله، كنخدم وسميتو. دابا ملي تصابت بمرض دياليز ما بقيتش كنقدر نخدم. عندي عاوتاني ملي دابا كندير دياليز، وليت دابا مده ديال 3 سنين باش كندير دياليز. دابا ولا عندي مرض ديال القلب حتى هويا، عندي عمليه ديال القلب. خرجوا لي عمليه تقريبا ديال العروق، عندي العروق مبوشين واحد الصمامه. كنت كنخرج نخدم عادي بحالي بحال اي انسان. دابا ملي تصابيت ولات الصحه شويه قليله، انا غير كاري، ما بقاتش الخدمه، ما بقاتش الصحه باش غادي نخدم. انا اصلا كون بقات غير شويه الصحه غادي نكافح بها باش نخدم، ولا ما بقاتش الصحه باش نخدم. المهم كنحاول انني نشوف شي انسان اللي يعاونني، ولا شي محسنين اللي يعاونوني في هذه العمليه، ولا مصروفك عارف تابعني الكرا، تابعني بزاف د الحوايج. كندير 3 الحصات في الاسبوع، عندي الثلاث والخميس والسبت كندير 3 الحصات. والعمليه دابا انا طالبي لي عمليه 5 المليون ديال العمليه، وطالبي لي 140,000 ريال ديال الراديو ديال ليري باش يزيدوا يتاكدوا بان عندي غير 2 عروق وصمامه اللي عندي ديال العمليه. حصه 100 درهم الحصه، وكنزيد الدم ب 14,400 باش كيعاودوا يزوزوا لي الدم مع الحصه ديالي. كنتمنى من المحسنين الا كان شي حد اللي يتعاون معايا الله يجازيه بخير، وهادشي اللي كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى. الله يرحم الوالدين.